بسم الله وعلى بركة الله غادي نبداو لفقرتنا، فقرة أمومة. إن شاء الله حضر معنا الدكتور نادية رضوان، طبيبة أخصائية في طب الجلد، واليوم موضوع جميل بزاف، إكزيما الأطفال دليل خاص. اليوم غادي نعطيكم جميع التفاصيل وشروحات حول هذا الموضوع. إذا كان وليدك مصاب بالإكزيما، بغيتي تعرفي الأسباب، علاش، منين جاتوا الأعراض اللي ممكن تنتبهي لها، كيفاش نقدروا نتعاملوا معها في هذه الحالة، خصوصا في الظرفية ديال البرد والشتاء، وعدد من المعلومات وطرق العلاج. هذو هما أهم العناوين في حلقتنا اليوم. دكتور نادية صباح النور. صباح الخير سمية، صباح الخير جميع المستمعين والمستمعات الكريمات. الإكزيما في هاد الظرفية كتزاد الوتيرة ديالها، كتنقص، شو رأيك؟ لا من طبيعة الحال في الشتاء فالإكزيما عند الأطفال هي أول حاجة كتكون عندنا. دوك وهذا الشيء علاش كان هذا الموضوع يعني في المحل ديالو، والحلقه ديالنا ان شاء الله تكون الهدف ديالها خصوصا وهو تحسيس الامهات. وكي كنقولوا الوقايه باش ما يجيش عاوتاني في كل برد، حيت كنعرفوا بان اللي عنده شيء اكزيما كتزيد، واللي اصلا يعني لابو ديالو نورمال وكل شيء مزيان كيقدر يتصاب لنا بواحد شويه الانواع ديال الاكزيما ولا شويه الاشفاف في البشره بحكم الجو البارد اللي ما كاينش فيه الرطوبه. حنا غادي نركزوا حديثنا معك اليوم على الاطفال، ياك دكتور، فقرة أمومة. هل الإكزيما تصيب الأطفال؟ وبالتالي أش من الإكزيما هذه، واش هي شبيهة ديال الناس الكبار ولا كاين اختلاف فيها؟ نعرفوها شنو هي الإكزيما اللي كتصيب الأطفال في الشتاء؟ فهي خصوصا هي الإكزيما التتعبية. ملي كنقول الإكزيما التتعبية فهي لا ديرماتيت أتوبيك. لا ديرماتيت أتوبيك هي واحد المرض مناعاتي عند الأطفال، وكيجي من واحد النقص المناعي يعني اللي كتضرب لنا واحد في الجلد، وكتكون عندنا واحد الطبقه كتكون مختله، طبقه الجلديه العليا كتكون مختله ولا سيراميد، اللي واحد الماده اساسيه اللي كتتخول لنا الوقايه ديالنا، فكتغيب ولا كتنقص. وهذا الشيء علاش كيكون عندنا هذا التهيج بالنسبه للجلد اللي كنسميوه الاكزيما. هاد الاكزيما غادي نهضروا عليها تواليا. فهي كتكون درجات، درجه يعني القليله الخفيفه، الدرجه المتوسطه والدرجه العاليه، وكنقدروا نهضروا ايضا على المضاعفات، ولكن نهضروا ايضا على بعض الاكزيما اللي تيكونوا كذلك وكيخرجوا لنا في عاوتاني في الشتاء، وهي مثلا الاكزيما الدهنيه، وهي اللي سبقنا اللي هي عباره عن اكزيما التهابيه، قلنا الاولى مناعاتيه فالثانيه التهابيه وتتلتها، وهذا واحد ردة الفعل مفرط لواحد الميكروب، واحد شامبينيون اللي كيكون عندنا في البشرة ديالنا، تنخلقوا به ما عندنا مشكل، ولكن كتكون هي ردة فعل التهابية. كنقدروا نهضروا على حتى الإكزيما التلامسية، واللي حنا كنعرفوا بحكم بان الحال فاش كيكون البرد فاحنا عندنا هذيك لا طوندونس باش نربسوا وليداتنا اكثر ونلبسوا وليداتنا بعد مرات الصوف. فهاد الإكزيما التلامسية اللي كتكون مع هاد المواد الجديدة، وغادي نمروا مرورا خفيف على المواد اللي كنستعملوا، المواد اللي ممكن تنظيف واللي ممكن حتى هما يديروا لنا ديزكزيما، وبعد بعض العادات التقاليد اللي كنديروها في الشتاء للاطفال، واللي ممكن ماشي تولد لينا هاد الإكزيما ولكن تضاعفها لينا وتهيجها لينا. طيب دكتور نادية رضوان، ممكن في مختلف اعمار الطفل، يعني بدايه حتى في السنوات الاولى او في ايامه الاولى هو رضيع، تقدر تصيبه في الشعر، في الجسم، في اليدين ملي كيربطي الضو، ياك ممكن؟ طبيعه الحال فحنايا كن هكذا باش كنفسروا وكنميزوا بين الانواع ديال الإكزيما. فكاين الإكزيما اللي كيخلق بها الوليد، كاين الإكزيما اللي كتبان له في الايام الاولى، وكاين الإكزيما اللي كنعرفوها كتبدا انطلاقا من الشهر الثالث، وهي اللي كنخصوا بها ديك الإكزيما التتابيه. وكاين الإكزيما اللي كتبدا من بعد الوقت اللي كنعرفوا حنا الوليدات الصغار عندنا دائما كنغسلوا لهم حويجاتهم بالصابون العادي. دونك اون فوا الدراري تيبدا يكبر تنقولوا صافي راه ولا فحالو فحالنا، فكندوزوا حويجاته لهذا ديك الساعه تتبدا تبان عاوتاني إكزيما اخرى. فهذا حتى الدرج العمري اللي كنقدر حتى هو يميز لينا بين إكزيما وإكزيما. يلا شاركونا الحديث متتبعين عندنا مستمعينا اللي حابين انهم يعرفوا تفاصيل اكثر، او لاحظتي انه كاين شي علامات ولا شي حويجات ماشي هي هذيك في الجلده والبشره ديال وليدك الرضيع، بغيتي تطمئن اكثر، حاضر معنا الدكتور نادية رضوان، طبيبه اخصائيه في طب الجلد، اللي غادي تجاوبنا على حلقتنا ديال اليوم الإكزيما عند الوليدات. هذا هو الموضوع اللي اختارينا، ارقامنا 05 22 30 30 00، او الرقم الثاني اللي هو 05 22 31 33 33. دكتور نادية، يعني قلنا كاين اختلاف في الانواع، ياك ما كاينش نوع واحد ديال الإكزيما؟ لا بطبيعه الحال.
على حسب سن ديال الطفل، على حسب كذلك قلتي الدرجات ديالو. بالتالي الاعراض والعلامات هل هي علامات اكيد غتكون مختلفه؟ بيان سور علامات. فهموا شنو الاعراض اللي كتميز اغلبيه الانواع؟ دونك الاعراض اللي كتميزهم اون جينيرال كامل فهم الاجتفاف، وفاش كيكونوا دائما في المرحله الاولى في الاجتفاف البشره، في البشره كتكون يابسه، ملي نقولوا يابسه لا بحال فاش كتكون ارض يابسه، يعني بغيو كنمثلوا غير كنعرف بان تعرفوا هذاك فاش كنقولوا الجريحه اللي كيكونوا عند الناس اللي كيكونوا في البوادي، تيكون نيت فريمون الحنيكات ديالهم مجرحين، تيكونوا مقشره مقشره، فهذا كلش تقريبا كلهم يعني باللمس والمشاهده تتبان العلامات. كيتشاركوا تقريبا كلهم في الاجتفاف في البشره، الملمس ديالها تيولي خشن، تيولي حرش، ما تيوليش رطيب، يقدر يخرجوا لنا واحد الحبيبات. اوكي كنهضروا ملي كنقولوا حبيبات بحال جلد الاوازه، فدابا تيبانوا لينا، تيبانوا لنا بالعين المجرده، وكذلك في الملمس كنحسوا بان كاين واحد الحبيبات، ومن بعد تيبداو ان التسلخات جلديه، ممكن تكون تقرحات، ممكن تكون مضاعفات، مثل المضاعفات فاش كيكون كتجي تحط فوق منها مازال ميكروبات، سواء ميكروبات يعني كنقولوا بكتيريات، سواء فيروسات، او لا ايضا فطريات. فانا كنبغي نبدا باول نوع الاكزيما، فهو الاكزيما التتابيه. علاش نبدا بالاكزيما التتابيه؟ فحيت هي تنطلقوا عليها اون جينيرال الضيقه الجلديه، كما كنعرفوا بان حنايا في فتره الشتاء، في فتره الشتاء فهي فين كيكونوا عندنا النوبات ديال الربو تيكونوا بزاف. فنفس القضيه كيف ما تيكون عندنا نوبات الربو بزاف، فحتى هاد الاكزيما التتابيه او لا ديرماتيت اتوبيك فكتجهد عندنا حتى حنا في الشتاء، لان تقريبا عندهم نفس لا فيزيوبات. شنو نفس لا فيزيوبات؟ يعني الحاجه اللي كتحرك هذه هي اللي كتحرك هذه، كيف ما هضرنا على انها مناعاتيه محضه، دونك المناعه اللي كتمشي لنا الجلده فهي اللي كتمشي لنا القصبه الهوائيه. دونك العوامل اللي غادي تكون عندنا في فصل الشتاء من الجو البارد من هذاك الشيء كامل هو اللي تيخلي لينا عاوتاني كذلك نفس القضيه باش انه ممكن يصاب عندنا هذا المشكل. هذا سميتو الربو ديال الجلد. تنقدروا تنقربوها وتنقولوها الضيقه الجلديه. الضيقه الجلديه هي لا ديرماتيت اتوبيك، هي الاكزيما التتابيه. الوليدات اللي عندهم الربو يقدر يجيهم هاد اكزاكتو، يقدر يجيو بجوج او بالاحرى حنا دائما تنقولوا بان الناس اللي عندهم هاد الاكزيما التتابيه فقدما استغلينا فيها مزيان قد ما ما يديرش لنا الربو، لان اللي كيدير لنا الاكزيما التتابيه كيقدر يدير لنا جميع الحساسيات الاخرى. ما تنهضروش غير على الضيقه باش ما نخلعوش الامهات، فكنقولوا لان الاكزيما التتابيه كيف ما كنعرفوا بان خاص تيكون الطفل غالبا عنده تاريخ عائلي الحساسيه، وملي كنهضروا على تاريخ عائلي الحساسيه ما كنهضروش على غير في الجلد، يعني كنقولوا ممكن يكون عندنا لا كونجكتيفيت اليرجيك، حساسيه العينين، ممكن تكون عندنا حساسيه النيف، حساسيه العينين هي اللي كتكون في الربيع، الحساسيه النيف كيعطس الدري كينوض الصباح واحد 7 8 9 العطسات في الصباح، ولا بد شويه اللي يكون منازل النيف ديالو تيكون سيلو تيكون سايل، اولا يكون عندنا نيس الربو في العائله. دونك هادو كلهم كيقدروا يتورثوا وكيدوزوا، وملي الوليد كيخرج عنده الاكزيما التتابيه وهي لا ديرماتيت اتوبيك، ولا اللي كنشبهوها تنقولوا لها حنايا الضيقه الجلديه، لانهم تيتشابهوا بزاف. غادي نغير هذا القوس هذا باش نعرفوا انه خاص ضروري استشاره الطبيب وناخذوها بجديه، لانه راه عندها مضاعفات من بعد. بيان سور عندها مضاعفات. دونك شنو سنديروا؟ اول حاجه هاد الاكزيما التتابيه كيف ما قلنا هي حاجه اللي يعني فيها هي مرض مناعاتي. ثانيا عندها قابليه وراثيه، دونك جوج حوايج خاصهم يكونوا ولا بد. عاد كنجيو لفصل الشتاء اللي ممكن انها كتجعر لينا وكتهيج لينا. باش كتبدا لينا بطبيعه الحال حنا في اجواء الشتاء كنعرفوا بان الجو تيكون بارد، ملي تيكون الجو بارد تكون الرطوبه كتقل، نزيد على ذلك الا كان عندنا شوفاج في الدار. ملي كنهضروا على الشوفاج راه جميع انواع الشوفاج، يعني ملي كنمشيو من المجمع من الفاخر اكزاكتومون دونك من الفاخر حتى الكليم سونترال حتى داكشي كامل، دونك ملي حنا كنزيدوا كنسخن او العماد باش نعرفوا اكزاكتومون، ملي كنزيدوا تنسخنوا دوك الرطوبه كنهبطوها، ملي كنهبطوا الرطوبه فبطبيعه الحال الجلده تتخلينا كتعاود عاوتاني كتهيج لينا. داكوغ كتبدا تهيج لينا. دونك ملي كتبدا تتهيج لينا شنو
لا طونطونس اللي عندنا عاوتاني الوليدات فاش كيكون البرد يعني الامهات كيحاولوا يلبسوهم بزاف دونك ملي كنلبسوهم عاوتاني بزاف حتى ما كنخليوش عاوتاني كنخليو الحراره كنخليو الرطوبه كتقل فهاد العوامل بجوج هما تيخليونا يهيجو البشره. النصيحه باش نعطيوها اتباعا فالنصيحه هي شنو هي هي اننا دونك هي اول حاجه ما نلبسوش الوليدات تاعنا بزاف واخا البرد راه خصكم تعرفوا بان الوليدات هما اكثر وحدين عندهم الطاقه كيستحملوا البرد اكثر من الكبار هذه خصكم هذا الواحد خصو يعرف ما خافيش عليهم بزاف ديك لبس البصله ديال لبس البس لان كتعرف بان قد ما حنا كنلبسوهم قد ما يكونوا تيعرقوا وهذا بزاف الامهات تيقولوا تيلبسوهم بزاف حنا في الشتاء وكيصبحوا الصباح عرقانين دونك ما يمكنش الا كان الدري كيصبح عرقان يعني عنده واحد ان سور بلوس عنده داكشي بزاف دونك خصو يعرف بان حتى التعرق حتى هو كيخلينا يهيج لينا هاد الحساسيات دونك هادي بين قوسين باش نديروا لا بريفونسيون دونك كيفاش كتكون هاد المرض الجلدي فهو تيبدا تقريبا من 3 اشهر يعني حنا كنعرفوا قبل من 3 اشهر ما تتكونش وهذا الشيء علاش لان لي زونتيكور مضادات الاجسام ديال لا مامو كيكونوا كيدوزوا الوليد خصوصا اما بالرضاعه ويا اما كانوا عنده قبل ودونك تيبقاو تستهلكوا حتى كيمشيو في حالتهم دونك هو من النهايه بدا يفرز لنا المضادات الاجسام ديالو كما قلنا هذا مرض مناعتي دونك تيقدر يبدا يديفلوبي لنا وتيعطينا هاد الحساسيه دونك يعني ما تقدرش تظهر قبل 3 شهور لا ما كتظهرش قبل من 3 شهور دونك الامهات كيجيو لك محددين وتيقول لك راه وليدي ما خلقش بهذا الشيء راه تقريبا في الثالث الرابع الثاني ما كيحددوش مزيان مثلا نعرفوها بانها دارت واحد الوقت عاد بدات باش كتبدا بالبلايص المقوسه كنعرفوهم بحال الوجنتين بحال هذا الجبهه يعني حنيكات الجبهه اكزاكتومون وتتمشي بالبلايص اللي كنقولوهم بلوز مو اكسيسيبل الحكه كنعرفوا الوليدات الصغار تيكونوا اكسيسيبل الحكه فين يعني الحنيكات الويدات الوليد الصغير ملي كتحيدي ليه لاكوش كيبدا يحك دوك البلايص اللي كيقدر يوصل ليهم الوليد تيبداو هو اللي تيكون فيهم الحكه وهما اللي تيكونوا بعيهم بعض العلامات طيب دكتور ناديه باش نديرو توازن شويه انا وياك غادي نستقبلوا مكالمات المتتبعين ديالنا امهات اكيد حابين انهم يسولوك اسئله معنا اول اتصال هند من الدار البيضاء هند عبا. السلام عليكم صباح الخير لاله هند صباح النور صباح لاله لاباس عليكم صباح الله يطول عمرك مرحبا الحمد لله الله يخليك بغيت نسول غير الدكتور على واحد لا كيسيون على ودي بنتي عندها دابا غتكمل 4 ان شاء الله في مارس ملي تزادت لابو ديالها مثلا حش بها بحال ديال لي بيبي رطبه شويه كنحس بها حرجه و افيك لاج دابا كتولي لابو ديالها كدير بحال شي قشره بيضاء تري بيان قولي لي خديت لها واحد البرودوي من لا فارماسي زعما باش ما كنديرش لها لي برودوي عاديين ديالنا ورغم ذلك كتولي القشره ديالها بيضه وكتحك بارفو ما عندهاش في الوجه ديالها ماشي في اليدين ولا الرجلين ولا دي بلاص زعما انتيم غير في الرجلين ديالها الكرش الصدر ديالها المهم لو كور ديالها من غير لي مان لي توا ديالها ولو فيزاج لا ولي بي زعما ما عندهاش هذا المشكل دكتور. وعندها توت لاني زعما ماشي غير راه قبيله سمعت مثلا كاين شي حاجه تتولي غير في البرد ولا هذا عندها العام كامل دي بارفو تتجهد تتولي ديك القشره بيضاء داكور قولي لي قولي لي الله يرضي عليك واش عندكم واحد التاريخ عائلي ديال الحساسيه عندكم في العلف العائله ديالك ولا العائله الزوج ديالك واش عندكم حساسيه النيف حساسيه العوينات ولا الربو لا الاب ديالها عنده الحساسيه تيدير الدواء وعنده الحساسيه داكور تري بيان تري بيان ماشي ديال الجلد ايه ماشي ديال الغبره ولا مسولتكش انا خايفه باش ما تاخذش من عنده الحساسيه ديال هكا الغبره ولا هذا ملي تنشوف مع البيدياتر يقول لي ما عندهاش ديسين داكور فهمتي بغيت زعما انتيسيبي ما بغيتش نخليها تما اكزاكتوم والله تبارك الله عليك تبارك الله عليك يقول لي ما عندناش ديسين ديال الحساسيه ملي تنسول البيدياتر يقول لي راه سافا باسي مي سا مانكيت انا باسكو 4 اون وديك القشره تديرونجيني بارفو باسكو بارفو كتبقى تحك مره ماشي دائما هو باش نفسر لك التاريخ العائلي اللي عندكم وملي كنقولش تاريخ عائلي فهو قريب بزاف الاب ديالها عنده الحساسيه دونك الاب ديالو الحساسيه دونك هي راه ورثات منه الحساسيه وهذه الحساسيه فين مشات ليها الجلده ديالها هذاك هادشي اللي كتعاودي عليه فهو الحساسيه التتابيه وهو هذاك النوع الحساسيه الجلديه اللي كنا كنهضروا عليه توتالور دونك هو الحمد لله على بنتك لانها خرجت عندها يعني خفيفه كتركز غير باجتفاف البشره وعمرها ما وصلت لها لشي حوايج زعما شي مضاعفات ولا شي حاجه دونك اول حاجه قد ما
تهليتي فيها، لان احنا عندنا واحد المبدا في الامراض الحساسيه وهو ان الحساسيه كتجر الاخرى. دونك الا ما تهليتيش فيها وما داويتيش ليها هذه الحساسيه الجلديه، فتقدر ديفلوبي لك من بعد شي حساسيات اخرى، وكيف ما قلنا هي الحساسيه النيف والعينين وحساسيه القصبه الهوائيه اللي كنقولوا فيها الربو. دونك دابا الحمد لله جوسكا 4 ans البنت شويه تتطوليغي هاد الشيء، خصوصا انت دابا كتخدمي ليها وكديري ليها دي كريم ودي دي دي صابون اللي هما اون جينيرال كتقول ليا كت زعما تختاريهم. غادي نعطيك دابا واحد الباقه ديال كيفاش غادي تبداي باش توقيها وتحسني لها من الجلده ديالها، وما نكونوش عندنا المضاعفات، واللي كنهضروا على المضاعفات انها كي كنقولوا حساسيه كتجر حساسيه فتقدر دير حساسيات اخرى. دونك اول حاجه خاصك تعرفي بانها ما تعوميهاش بالماء السخون بزاف، دائما يكون مدافي، وخصوصا واخا دابا حنا في الايام ديال البرد ما تلبسيهاش بزاف. دائما البنوته خاصها يكون عندها واحد الحليب اللي هو مرطب. دوك الحليبات المرطبين اللي خاصك تمشي للفارماسيان ديالك ولا للباغافارماسي اللي خاصك تقول لهم بغيت مرطب للناس اللي عندهم الحساسيه، يعني ماشي الاطفال، مي الاطفال اللي عندهم الحساسيه فهم اللي كيتسموا اتوبيك. راه كاينين بزاف ديال الحليبات اللي هما سون زعما ديستيني. خديت واحد لاغام فيها ديال الحمام و ميم طون لا كريم اكزاكتومون، غير تكون ديستيني بوغ الجلد الحساس ديال الاطفال، يعني بوغ لا بو اتوبيك، بوغ لا بو اتوبيك اكزاكتومون. ملي كتاخذي لا بو اتوبيك حليب وكتاخذي الصابون باش كتغسل، الصابون باش كتغسل غالبا ما خصوش يكون تيرغوي بزاف، وخاصك تستعمليه بالنسبه للشعر وبالنسبه للجسم ديالها. هذا الحوايج ديالها وخصوصا الحوايج اللي لداخل خاصهم يكونوا من القطن، فهمتي، وما يتغسلوا دائما بالصابون الناعم، بالصابون ناتوريل الطبيعي. داكوغ الا كنتي ديجا غير كتستعملي ليها هذا الشيء مره ممكن يكونوا انونتي استامينيك الا كانت كتحك مره سينو الا ما كانت لا كتحك لا والو، ففريمون بالترطيب ما نحتاجوش الكورتيزون اللي غادي نهضر عليه من بعد تباعا زعما الوسائل والعلاجات اللي ممكن كنديروهم في هذا الاكزيما. ولكن الا استعملتي لهذا الترطيب ففريمون راه غادي تولي مزيان. غير حاجه وحده ما تعياش، عندها 4 ans تبارك الله، حمليها شويه المسؤوليه، عطيها حتى هي تدهن، فهمتي، الوقت الحال بارد هذا، عطي سخني الويدات قبل ما تدهني لها باش هي تقدر تزعم معاك، سينو تولي تهرب لك فوق ما تبغي تهرب لك. صح صح وبدا ما نتبع لها انديرماتو زعما هو ديجا هادشي اللي قلتي ليا زعما سي لارجومون سوفيزون، كتبداي ليها لو تريتمون ديالها حسيتي بها انه ولات مزيان وبخير سي بون سي لارجومون سوفيزون، حسيتي بها ماشي تالهي من الاحسن تكون لواحد الفحص من الطبيب الجلد ديالك. زعما وبور لاليمونطاسيون ما كاينش شي حاجه، لا شوف لاليمونطاسيون كلشي مزيانه. اي حاجه وحده اللي نسيت ما قلتها لك، فكنعتبروها كيف ما قلت لك بحال مثلا اونتر بارونتيز ضيقه جلديه. دوك فحال باها بطبيعه الحال يكون عندكم دي تابي لي اونتي اليرجيك، ما يكونش عندكم ماشي المانطات، ماشي شي حاجه كتشد الخمله في الدار، دوك دائما لي كوات وفهمتي ولي ضغاب وداك الشيء اللي ما كيشدش الخمله، ماشي كيشدش الغبره. واخا شكرا بزاف، مرحبا الله يرحم الوالدين. هذا واجب حبيبتي هند، شكرا لك وبوسيها لي وسلامي لكل الامهات والوليدات اللي كيسمعوا لينا، مرحبا بالجميع. الدكتور ناديه رضوان طبيبه اخصائيه طب الجلد، كنهضروا اليوم فقره امومه على الكزيما والانواع ديالها، حبنا نعطيو قدر المستطاع هذه الانواع اللي كتصيب الوليدات في هذه الظرفيه واللي كتزاد وكتفقم وكتهيج في فتره ديال الشتاء. ياك دكتور الوغ كنا كنتكلموا في العلامات وهضرنا بان في الاول ممكن كيبدا اول علامات كتبدا العلامات الاولى من بعد ثلاث اشهر، كيف ما كتبدا بواحد الاجتفاف في البشره فين في الحنيكات وفي بلايص كي سون اكسيسيبل اللي ممكن يوصل ليهم الوليد الصغيور. دونك تنخصوا بالذكر الحنيكات، كنخصوا العنق، ممكن اليدين، وخصوصا منطقه الحفاض اللي كنشوفوا بان غير المامو الام تتقول غير كنحيد لاكوش، فالوليد والبنت كتبدا تحك ولا كتمشي يديها لتماك مازال ما كتعرفش تحك مزيان. دونك في الاول اجتفاف الملمس خشن كيف ما قالت السيده مدام اميمه اللي هضرت معنا دابا، فهي بيبي وكنقولوا حنا لابو بيبي شي حاجه زوينه، فكنلقاو راسنا بان هاد لابو راه خشن، الملمس ديالو خشن، فممكن كيطلع فوق منه اشنو عاوتاني كيطلع فوق منه واحد الحبيبات رقيقين وعامرين بواحد النبيبلات، دونك وتيحكوا بزاف. المشكل في هاد الكزيما انه فريمون تتحك بزاف كديرونجي الوليدات الصغار وتديرونجي بطبيعه الحال ملي كنقولوا الوليدات الصغار
كنهضروا سيستيماتيكمون على الوالدين خصوصا كنخصوا بالذكر الامهات كيبقى يرتاح وينعس ما كيقدرش ينعس بالليل ما كينعس بالليل تيبدا يحك لان كنعرفوا الوليدات الصغار ملي كنهضروا على 3 موا فهو ما تيعرفش مازال تيحك دونك الحاجه اللي كتضروا الحاجه اللي كتحكوا كي لا تخادوي باش بالبكاء بالبكاء قله النعاس الارق يقدر ما ياكل ما والو دونك غير باش كنونتيسيبي كنسبق الاحداث بان هاد الاكزيما الاكزيما الحساسيه التسابيه فهي كتختفي مع مرور الوقت الا استعتنيناها بزاف اون جينيرال في العام السابع الثامن بحال هكا ما كتبقاش نهائيا ما كتبقاش نوع البشره كيلعب دور هنا دكتور نادية دهنيه ملي كنهضروا على البشره ملي كنهضروا على بشره الاطفال دائما ما كنقدروش على دهنيه فكنقدروا على بشره كي كنقولوا ديال لي بيبي بشره ديال الاطفال فبشره الاطفال خصها تكون نورمالمون ناعمه نورمالمون نورمال رطبه اكزاكتو طيب وجهه نظر ستاندارد نمشيو ناخذوا ناديه من كازا سؤال ديال ناديه السلام عليكم ناديه عليكم السلام اختي سميه مرحبا حبيبتي لاباس عليك صبحتي مزيان الحمد لله ايوا الحمد لله دايره الدكتوره لاباس عليها لاباس الحمد لله مرحبا بك تفضلي دكتوره انا عندي الحاله ديال بنتي نفس الحاله اللي قبل مني ما هي شحال عندها في العمر ديالها عندها 6 سنين دابا داكوغ 6 سنين كبيرات شويه ومن امتى هي بدات عندها المشكل وحرشه سيرتو في البرد بايز ما كتكون ولكن البرد دابا ملي يدخل البرد لابو ديالها حرشه كنشري ليها لي كريم باش كنرطب ليها شويه لابو مالوش حساسيه وغير في البرد وقت البرد بزاف داكوغ لابو ديالها ناشفه حرشه وكتكون فيها بحال قشره د الحوت بحال ديك القشره د الحوت بيضاء داكو ونسولك نفس السؤال عاوتاني اللي سولت المدام اميمه قبل منك واش عندكم واحد التاريخ عائلي للحساسيه ملي كنقول الحساسيه ماشي تجي اللي كبر مني عندها الحساسيه داكو انتيا عائلتك ماماك باباك خوالك عمامك عنده الحساسيه حتى حد وعائله الزوج ديالك حتى هو ما عنده حتى حد في الحساسيه داكو هو ديجا بعدا ملي اختها عندها الحساسيه صافي جوج راه وارثين بجوجهم الحساسيه غير هي خرجت لها حساسيه في شكل والاخر خرجت لها حساسيه في الجلد ديالها دونك غالبا عاوت هذه حتى هي الحساسيه التتبيه وحتى هي الحمد لله والشكر لله انها كاينه يعني جات خفيفه مخفيفه من عند الله فهمتي دونك ملي كتكون خفيفه الحمد لله كنقدروا نتغلبوا عليها غير حاجه وحده راني كنعرف بان الامهات كيعياو من كثره الترطيب ولكن راه هذه الحساسيه خاصة غير ترطيب راه جوج مرات ثلاثة المرات في النهار يعني ماشي مشكل انت دابا ملي كتبداي ترطبي كتشوفي الجلدة ولات مزيان كتحبسي ملي كتحبسي راه سيستيماتيكمون غادي ترجع كيف ما كانت في الأوقات اللي من غير البرد دائما خاصها ترطب بدون استثناء لان عندها مشكل هي في الطبقه الجلديه ديالها في مشكله في لي سيراميد واحد الماده مكونه مهمه للجلد وهي اللي كتخليها رطبه وكتحافظ على الرطوبه الجلد طوله حياتها دوك ملي تيكون عندنا مشكل دوك راه خاصها ترطب طول حياتها انا تنقول لك قد ما انا تنحبس في الصيف دكتوره اسمح لي قطعتك في الصيف ملي كتشوف لابو ديالها ولات هذا ما كنخاص نرطب لا ما خاصها تتعلم تبارك الله عندها 6 سنين خاصها تتعلم ترطب راسها يكون عندها واحد الريتوال ديال هادو شاك جور خاصها ترطب راسها فهمتي دائما ترطب حاجه اخرى عاوتاني كنعرفوا حتى حنايا في البرد راه تنقص شويه تتنقص شويه يعني الغسيل والتحمم بالحال بارد ياك حتى هو كيزيد لينا كيزيد من لاغراف تيسا اغراف الجلد من خشونه الجلد دكتوره اسمح لي الا حكيت هذا ما نفقدش نحك ليها الا حكيت لها تيخرج لها حبيبات لا ما خصكيش تحكي لها ما خصكيش تحكي لها كندير لها دابا غير الصابون برافو عليك دونك دابا انت تعلمتي بالاقدام مو دابا كتسمع لينا ديما دونك برافو عليك فهمتي برافو عليك مزيان لان ما خصهاش لان ملي كيكون عندنا واحد المشكل في الجلد فاش كنحكوه غير ما كنجبدوه دونك غادي الحبيبات والقشوره غتكون كثر دونك خصها تغسل بحال لو بيبي الصغير فهمتي كي كنقولوا خرقه وصابون ماشي الخرقه الكوماج اكزاكتومون ماشي الكيس الكوماج فخرقه وصابون كافيه الغرض حاجه وحده انها خاصها ما تغسليش ليها بالماء السخون دونك بالماء دافيه داكوغ مي هدافيه اكزاكتومون مي الترطيب فغيمون كنقول لك جوج مرات ثلاثه المرات في النهار في الوقت ديال الحال بارد الله يحسن العوان صعيب الحال وباش تبقاي رده ليها البال كتبقى البرد ماما البرد ماما وهذا الشيء كيعكزهم اكزاكتومون شوف راه عرفتي شنو غدير غادي تولي تسخني لوداتك وتهزي فيهم لاكخيم وتسخني لاكخيم غير شويه ماشي بزاف لا تحيد المفعول ديالها تسخنيه وديري لها دونك هي في السنين على حساب واش حيت كاين اللي ما كيبغيش ما كيقبلش سيغتان كالينيك بدات كتفهم البنات
البنوته ولكن راه قد ما كاين لا كريم غرا يعني عتي بحال الفازلين قد ما تيكون احسن. الفازلين كنشري ليها واحد شي ماده الفازلين. صافي مزيان برافو عليك. ما حدها مازال كتقبلوا لك حيت مازال شويه مسكينات بدات تقبل ما تبقاش يعجبها ايولي يعجبها لي كريم اللي كيمشيو في حالاتهم ما كيبقاوش يتلصقوا. دونك ما حدها مازال كتبغي وتقبل لك على الفازلين فغيدير لها الفازلين واستمري في الترطيب على طول السنه وان شاء الله تكون بخير. حاجه وحده راه قد ما استمرتي في الترطيب ديالها قد ما جلدها غيولي الاحسن قد ما الجلده ديالها تتبدا تعافى وان شاء الله 7 سنين 8 سنين غادي تخلص من هذا المشكل كامل وما غاديش يكون عندك مضاعفات اخرين يعني دير لك حتى هي حساسيه بحال اختها ولا تمشي الحساسيه ديال الحنجره ولا القصبه الهوائيه. الله يحفظك دكتوره على الاختك. شكرا لك ناديه الله يحفظها لك حبيبتي. شكرا لك نهارك سعيد على المواضيع اللي كتجيبي لينا. هذا واجب هذا واجب حبيبتي ناديه. شكرا لك وحنا مع الامهات فاتحين خطوطنا وقلوبنا نعاونكم في اي حاجه احتاجيتوا على الراس والعين. بعد ناديه معنا سناء حتى هي كتسنى في طوندار وعندي واحد سؤال كذلك دكتور ناديه. هل هاد القشره ولا مثلا هاد الشفاف اللي تنهضروا عليه كيجي فقط غير في البشره او يقدر يجي فروه الراس؟ ممكن يجي في الجفون ديال العين كتبان قشيره وحمرار شويه هو خلف الودينات حدا النويف طبيعه الحال دخلت في الاكزيما في اكزيما ولكن ماشي في هذه الاكزيما التتابيه ولكن في الاكزيما الدهنيه اللي جايه من اللي جايه اللي جايه جاي. يلا ما نسبقوش الاحداث غادي نمشيو ناخذوا سناء من كازا. صباح النور سناء. وي صباح النور لاله. لاباس عليك؟ صافا لاباس عليك. صافا الحمد لله. تفضلي. كي دايرين مع شي برد؟ الحمد لله. الله يبارك فيك كنشكركم على هذا البرنامج. مرحبا بك نادية. الله يبارك فيك. دونك عندي اون كيستيون بور دكتور نادية. مرحبا. صباح الخير دكتور. صباح النور حبيبتي. صباح النور. الله يبارك فيك. الله يخليك. عندي انا بنيتها عندها ديزاين ايدمي. ايه. دونك عندها اون ديرماتيت اتوبيك منين كانت دوبوي سا نيسونس. داكوغ. سا نيسونس ولا ابارتيغ دو تخوازيام موا؟ لا ابارتيغ باقا ما دارش لي 40 جور بداو هادي بلاك روج في وجهها. داكوغ تخي بيان. دونك ديتها عند لو بيدياتر ديالها قال لي سيت اون ديرماتيت اتوبيك. بيان سور دايره ان سوجي مع دي ديرماتولوج. وي دونك يعني كناخذ لي بريكوسيون يعني ما خصهاش تمشي للحمام الا ديتها كنديها اون فوا في شحال الماء سخون ما نديرولهاش غسلو تياد. دونك كاينين دي كريم سبيسيال اللي كندير لها بور ليدغاتاسيون ديالها. وي لو جيل اوسي ما تنغسلهاش يعني بالصابون ديالنا. برافو عليك. عندي ان جيل ديالها خاص بها. ميم شامبوان كنت ندير لها ان شامبوان زعما تنخاف ان داك لا ماتيغ اللي كاينه في الشامبوان العادي تطلع للحمه. اييه بطبيعه الحال تو غيزون. ياك دونك واش يعني نبقى بهذا لو شامبوان دائما نخليه لها؟ انت الوغ لو شامبوان ديالها شوف لي شامبوان بور لي ديرماتيت اتوبيك كنديرو ان شامبوان ولا ان سافون سوغا كور اي شوفو بجوج. داكور كديريه في الشعر اكزاكتومون كديريه في الشعر حتى الا هبط عليها في لوكور ديالها ما تاثرش عليها. واش فهمتي؟ كانت جاتها شويه مجهده بنتي انا مسكينه كنسكت غراد حتى كتولي بالدم. وي يعني وكتجيها ليكزيما مسكينه فوق لي بوبيير ديالها تحت العوينات. وي وي يعني كانت كتجيها فريمون شويه قاسحه شويه قاسحه. دونك روكارد اول حاجه اللي خصك ديريها هو الترطيب ولكن الى ترطيب كنديروه في الحالات الخفيفه وفي الحالات اللي كنقولوا حنا موديغ مويان والحالات اللي هما عاليين بزاف فراه كنمشيو حتى الكريمات وها تكوني ديجا استعملتيهم كريمات الكورتيزون وكناخذوا واحد السيرويات ديال الانتي استامين. الحمد لله في ديغنيي طون اي سي كالمي تري بيان. غير هي داك الشيء ولا كيهبط لها بحال ولا تجي اون الرجي يعني كل مره. ها هي مريضه بنويسات مخنوق يعني بحيث دابا تريتمون ديال الرجي. وي وي ها هو صدرها سئله. انا عندي انتيغاند الرجي ديجا انا شو ازماتيك بس سا وراه تسولت هادشي التاريخ العائلي ديالكم راه سولتك السؤال الاول نسيتي راسك. كوتي باتيرنيل حتى هما يعني من جوج جوايه اللي هذا لي تان ديالها ماتيرنيل باتيرنيل لي زونكل اوسي. دونك فريمون كنحس بها مسكينه كتعذبني كتجيها مي كنقول زعما كنتمنى من الله يعني دي سي لا كيقول لي الطبيب ديالها او لا سنين سنين كاع فاش تبلغ ان شاء الله تمشي داكشي ينقص. ركاد انت سمعيني نقول لك واحد الحاجه. اول حاجه اللي خصك تعرفيها هو ان شفتي هاد الشيء اللي عند البنيته ديالها راه بحالهم بحال اون كريز دازم بحال لازم فاش كيكون ازم كل مره كيبدا يدير لي كريز مره تدير لي كريز مره تدير لي كريز. بطبيعه الحال في البرد غادي تجعر علينا كيف ما كيتجعر لازم في البرد فهمتي سي تو طافي نورمال. ولكن حاجه وحده اللي خصك تعرفي بان قد ما تهليتي فيها ياك قد ما سافا بارتيغ قد ما راه غيمشي هذاك الشيء. الحمد لله. قد ما تهليتيش فيها قد ما كنتي كتعكزي قد ما تيقهرك الشغل قد ما فهمتي سا تخين وتتبكي كنقولوا حساسيه كتولد حساسيه. الكريم ديالك يفيد غاتي لابو يعني تو لي جور. وي
وهو البرد يعني سي ان بي ديفيسيل باش كتزول الحوايج اولا كتطلع مي كنقول لها ديك بعدا غير الماكسيموم اللي وصلتي ليه هذاك الشيء وعاوني هات انت عاوني هات انت انا كنعاونها بطبيعه الحال غير واحد لا كيسيون الله يجزيك بخير دكتور بارابور لا بيسين وي لا لا بيسين في الكلور غير كي 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 يدير لنا مشاكل وخصوصا في وقت البرد يعني في وقت البرد من الاحسن تفاداه هو كتفادى على جوج حوايج اول حاجه لان الحساسيه كيف ما قلت لك الحساسيه وهي بدات ديجا كتخنق في النيوفات ايتترا دونك هذا علامات بان الحساسيه كتديفلوب عندها دونك تنعرفوا بان لي بيسين تيكون عارف فيهم الكلور فاش يكون البرد كيسخنوه بزاف ملي كيسخنوه بزاف الكلور كيطلع الفوق دونك عندها بانها ديفلوبي لك ديك كريز تبدا دير لك لي كريز كثر ثانيا الكلور عاوتاني ماشي مزيان على الجليده ديالها دونك بوغ لانستون خليها تتكون فريمون لا ديرماتيت اتوبيك ديالها تكون بارده تماما وتكون يعني كنقولوا اون ريميسونس وتكون تكوني كتستعملي ليها لي كريم ديالها مزيان وغاده مزيان هذاك الساعه نقدروا نبداو نخدموا في لابيسين ولكن سيستيماتيكمون من عاود كترجع للدار كتعاود دوش يعني ما كتكتفيش بالدوش ديال لابيسين بعد مرات اما تيكون تلمات البير ولا جو نو سي با مي خاصها تعاود ترجع للدار خاصها تعاود دوش وباش يكون هادشي كامل بيان سور ما يمكنش يكون في البرد خاصو يكون يعني في الصيف صافي دونك تقوليها ليها تشرحي لها تبارك الله مازك بيوره شويه دونك تفهم هذه تفهم علاش هي زعما ما تمشيش لابيسين المسبح في الوقت في الوقت البارد الله يجازيك بخير دكتور وانت مهيجة شكرا بزاف على اختكم مرحبا كنشكركم على هذا البرنامج مرحبا سناء حبيبتي هذا واجب مرحبا وانت كذلك وانت كذلك يلا بسرعه غادي ناخذ خديجه من كازا شفتي لي مامون كاملين مساكن البرد البرد مع ليكزيما ليكزيما كتهيج خديجه صباح الخير صباح الخير سمحنا حبيبتي خليناك شويه كتسناي ما كانت معنا مكالمه من قبل تفضلي مرحبا بك اش اخباركم كلشي على خير الله يبارك فيك وانتي لاباس عليك اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد فضل. انا سؤالي على ود بنتي دابا كانت راه عندها 4 سنين مي كانت عندها ما عرفتها حساسيه ما عرفتها كزيما ما عرفتها شنو دوبوي 4 موا وي هي عندها بحال انا سميتها اون فيزيت يعني كانت عندها الحكة أونيفو دي فاجا دوبوي 4 موا يعني 4 موا ما تتعرفش كيفاش كتحك يعني لو سياج ديالها كتبقى تحرك اون فوا تنهزها أنا فوق رجليا كتبدا دير دي موفمون داكوغ دوبوي 4 موا وي مع الوقت ديما تلقاها ديما تلقاها أونيفو دي فاجا حمراء أنا معاها في الدار ديتها للديرماتو عطاتني تريتمون الحمد لله تجاوبات معاه مي اي فوا سالينا تريتمون عاود رجع عاود داك المشكل شافها البيدياتر عطاني حتى هو تريتمون مهم دوبوي 4 موا وانا مع هذا المشكل الى يومنا هذا داكا واخا واحد الحاجه اول حاجه هاد البنوته هي اللي عندك صافي ما عندكش عندي بليين عندك وليد كبر منها ولا صغر منها كبر منها دونك الوليدات عمرهم ما كان فيهم حنيتات سي كان انا عرفت الوليد الكبير فيه علاقه عرفتي علاش لان هو بعض المرات كيكونوا عندنا الوليدات تيكون فيهم الحنيشات ودون مانيير وزعما دون نوتر تيدوز لينا عند الوليدات الصغيورين التربيه واش فهمتي ملي كيدوزوا تيولينا دونا المشاكل وهذاك لي فولفيت من الصغر داكوغ حيت لي فولفيت الدراري الصغار سورتو كتكون سوا يعني من لي لانجيت اللي ما كنستعملوهمش مزيان ولا هذا سواء من لي كوش الطبيعه ديالهم سواء خصوصا من هاد لي زوكسيروز يعني الحنيشات وهذا الشيء خصنا نردوا لهم البال مزيان مي لو فيت ان من هذاك 4 شهور حتى لهاد الوقت تبقى نفس الحاجه واش نفس الحاجه ولا تبدلات ولا حاجه اخرى سو اوتر شوز لان الوليدات غادي تيكبروا دونك تيوليو نستعملوا لهم لي موشوار باش كنمسحوا لهم لي موشوار تيتفتتوا وتيقدروا يطلعوا مع الوليدات وممكن دير لنا عاوتاني هاد لا فولفيت داكوغ يعني هادشي كامل ومن بعد كنمشيو للامراض الاخرى الامراض اللي كيكون امراض مناعتيه بحال اللي كان بلون السكليرو اللي كيقدر يكون في هذاك في هذه المنطقه واللي ممكن يدير لنا مشاكل دونك في جميع الاحوال هو غالبا ملي قلتي لي مشيتي استجبات مزيان ومشات مع الدواء فغالبا التريتمون اللي خديتي خدات كورتيزون جو الى ما كانش هو قولي لي شنو خدات دونك غالبا خدات كورتيزون ما عقلتش على التريتمون مي ماشي كورتيزون لا دونك الا ما كذاتش كورتيزون دونك كيف ما قلت لك هو كاين ثلاثه الحوايج دابا من هذا الشيء كلهم كيقدروا يعطيو لا فولفيت يعني خاص البنوته خاصها عاود ان اكزاما واحد الفحص سريري تشوف مزيان تشوف اشنو كاين الا كان مازال عندكم الحنيشات في الدار لحد اليوم خاصكم ديروا ان تريتمون كاملين
بدون استثناء. درنا تخيطمو كامل الدار حنا كاملين العائلة ولكن بقى المشكل. بقى المشكل كاين عاوتاني آخر المشكل اللي تيبقى هو من بعد فاش كتصب لنا الوليدات كتصب لهم الحكة ولا فيلفيت، يعني تقدر تكون بحنيشات ولا بحاجة أخرى كتبقى مستمرة هذيك الحساسية اللي كتبقى من بعد، فهمتي؟ يعني بحال شي واحد فاش كيضربوا البرد اللي كيضربوا البرد كيسالي منه البرد وكتبقى سبعة هذيك السعلة واحد المدة حتى ممكن الجلد هو كيتعود على هذيك الحكة اللي كانت فيه وتيبقى تيولي كيتصاب بالالتهاب لان كثرت الحكه اللي كانت فيه. المهم هادشي كامل يعني في جميع الاحوال هادو جميعا سي فري كو يعني هادشي جاك مزمن وجاك خونيك ومن 4 شهور حتى 4 سنين دوك راه هادي حياه وهادي مده كبيره اللي سنتي عانيتي منها، ولكن خاصها عاوتاني تشوفها واحد الفحص اخر انت فحص اخر خاصها فحص اخر فهمتي عند ديرماتو دونك حيت لو ديرماتو هو اللي تيشوف هذاك لا زون وتيقلبها مزيان ويعرف شنو كاين فهمتي كيت ممكن نديروا واحد الخزعه الجلديه نديروا واحد التحليله جلديه باش نشوفوا شنو المشكل بالضبط. اوكي بارك الله فيك، شكرا. مرحبا كنت حليك خديجة حبيبتي. الله يشافيها الله يشافيها يا رب ويشافيك على الوليدات والبنوتات زوينات اللي اليوم اللي ما متواصلوا معنا باش يسولوا على صحتهم. صراحة هذا الموضوع شائع كتير وهذا الظرفية ديالو داكشي علاش اختارينا فوقته. مشكورة دكتور نادية صراحة على حضورك معنا. شفتي شحال ديال الأمهات تلفات خصوصا في العلاج واش من تخصص غادي نطرقوا الأبواب ديالو. ألوغ نمشيو للنوع الثاني باش دقيق قبل ما نمشيو النوع الثاني فغير بعجاله تقريبا راه قلنا جميع ملي كنجاوبوا على الاسئله تقريبا قلنا جوتراتو الوقايه وبزاف الامور اكزاكتومون. دونك فاش كنهضرنا وصلنا للدرجه الثانيه الحساسيه التتابيه من وراء الدرجه الثانيه الحساسيه فممكن تكون درجه ثالثه. الدرجه الثالثه هي اللي فيها التقرحات التسلخات ممكن تتولي لاسبي المظهر تيولي صفر الماء دايز بزبزه بالماء دايزه قشوره غلاضين وصفرين كيكونوا تماك هذاك الساعه تيكون عندنا تعفن وتنمشيو لي زونتيبيوتيك مضادات حيوي مضادات الحيويه وكورتيزون مع مضادات الهيستامين كل وقت محدود اكيد طبيعي بحال دائما ما يسمعوش الناس كورتيزون نقول لك راه ديما. دونك حاجه اخرى عاوتاني بعض المرات كيف ما كنعرفوا كيف ما الضيقه فالضيقه كتمشي وكتجي يعني عند الاطفال كنعرفوا الحمد لله بانها واحد النهار غتمشي كنقولوها للوليدات فكذلك الحساسيه التتابيه واحد النهار غتمشي خاص غير واحد يقابلها مزيان دونك ملي كنقابلوها مزيان راه غتمشي ولكن لي كريز مره غيجيو دونك فاش كيجيو لي كريز خاصو يتخدم. بعض المرات الامهات كتجيهم لا مافاسيل في الكورتيزون دونك الكورتيزون ساهل كنجيو كنحطوه يوم يومين كيمشي ولكن تتولي الجلده تدمن على هذا الكورتيزون وتتولي كيف ما مثلا السيده قالت لك انف وقت عطات ليها الدواء عاود رجع دونك اول حاجه فاش ديريها واحد المره انا ما عنديش مشكل بان حتى الامهات ياخذوا معنا وياخذوا على عاتقهم حتى هما يتحملوا هذه المسؤوليه وحنا كنوجههم ونقول لهم حيت مرض مزمن الى عاود رجعت لك تقدر تاخذ الكورتيزون لا ولكن في مده وجيزه دونك الى منفاش خاصها ترجع عند الطبيب يعني كنخليها واحد شويه الحريه باش صعيب الحال عاوتاني سيرجي مي سنعطيها واحد كما كنقولوا لي جيدلاين تنوريها ها شنو هديري الا طرا شي مشكل ها شنو هديري الا بدينا كنقطعوا الكورتيزون وعاود رجع لك ها شنو غديري. دونك هادشي كامل كتعرفوا على حسب عاوتاني مستوى تاع الوعي ديال كل ام واش نجيبوها كل مره باش نشرحوا لها ولا نخليوها واحد 3 شهور 4 شهور وهي كتقابل بنتها وتعرف تقابل بنتها فهذا اللي كنبغي بين قوسين نحطوا في هذا هذا صح. دابا غنمشيو للاكزيما الدهنيه. دونك الاكزيما الدهنيه فهي اللي معروفه بهذاك قبعات الراس كتكون قشيرات في الراس قشيرات في من وراء الودنين قشيرات في الحفاض الحمرار في الحفاض وممكن هاد القشيرات يكونوا على الحواجب ويهبطوا لنا حتى في الجفون فوق 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 الجفان الاكزيما الدهنيه والنويف حتى هو يعني في بلاصه هذا الاكزيما الدهنيه هي مرض التهابي خلافا للمرض الاول اللي هو مرض مناعاتي. هذا المرض الالتهابي اون جينيرال عند الاطفال تتسمى هذه لا ديرماتيت سيبوغايك عند الاطفال كتمشي وكتمشي في خطره دونك هادو خصهم يعرفوها. عند الناس الكبار فهي كنعتبروها من الامراض المزمنه
يعني الاكزيما الدوريه فاش كتكون عند واحد بالغ ماشي هي فاش كتكون عند واحد طفل، لان كنعرفوا بزاف الاطفال كيتزادوا بهذه القبعه ديال الراس وكتمشي وليد زويون وكلشي وبخير وكاين. دونك هذه غير واحد باش يعرفها شنو هي هذه الاكزيما الدهنيه، وهو واحد الاستجابه مفرطه للجلده ديالنا لواحد الميكروبات اللي سيكونوا تعيشوا معنا دائما وفي سلام ما عندناش مشكل، فهو تتكون واحد الاستجابه التهابات اللي كنديروها. دونك ملي كنقولوا شامبينيو كنديروا التهاب، دونك يعني ان في طور العلاج جوج حوايج خاصنا نعالجوا الالتهاب ونعالجوا الشامبينيو. دونك هذه اخف ضرر من النوع الاول، هذه هي اخف ضرر غير هي في الشكل ديالها خايب بزاف بارابور الاولى زعما هذا لان القشره بزاف وكتكون فوق العوينات، يعني دونك الوليد فريمون تيبان مخبز بهذا المصطلح. ولكن يعني الكريمات المرطبه زائد الصابونات ديال اللي كيكونوا حتى هما كنقولوا حنا لي سوغرا تهما يقدروا نستعملوا زويتات، نقدروا نستعملوا كريمات، كلهم هادو مرطبه زائد الكورتيزون زائد الميكوزيك تيمشيو الوليدات مزيان. طيب سبل الوقايه اكيد حنا ما بغيناش هاد الوليدات وهاد الامهات راك شفتي معاناه كثير كبيره، فين نقدروا نديروا يعني طرق وقايه، فين نقدروا نحميو، فين نقدروا نتجنبوا، فين نقدروا ما نزيدوش تهيج البشره في الفتره ديال البرد. هادشي كله غتجاوبيني عليه بعد ما نشوف فاصل اشهاري قصير على حضورها معنا. فقره امومه اليوم تكلموا على الكزيما اللي كتقدر تصيب الوليدات وكتزيد الحده ديالها في هذه الوقيته هذه ديال البرد، ياك كيفاش نتعاملوا معها؟ دكتور ناديه مشكوره عطيتينا جميع الشروحات، عطيتينا الاعراض الانواع، الوغ وقفنا في واحد النوع اللي توا خصنا نهضروا عليه شويه. الوغ الكزيما التلامسيه دونك نشروها شنو هي بعدا؟ علاش كنهضروا على الكزيما التلامسيه؟ باش نفهموا الكزيما التلامسيه هي الكزيما اللي كتجينا ملي كنلمسوا واحد البرودوي ولا شي حاجه، يعني باش يفهموها الامهات. فهي ملي كيشقاو بحال ملي كيتلامسوا مع المواد النظيف ولا شي حاجه. دونك حنا كنعرفوا بان خصوصا في الشتاء حنا عندنا كنلبسوا وليداتنا حويجات الصيف، حويجات الصوف. دونك هاد الحويجات الصوف وعندنا الوليدات اللي عندهم الاكزيما خصوصا التتابيه فكتزيد مازال كتهيجو. دونك هادشي علاش كتزيد خصوصا فين كتكون على في الدوره العنق، في الدورات العنق، لان بعض المرات كنقدروا نبداو ناخذوا ليهم حويجات القطن ولكن تتكون عندهم الكول تيكون ديفيرون، تيكونش بحالهم بحال لوغيست ديال نفس لا ماتيير. دونك خصوصا تتكون عندنا في جهه العنق لاست القفازات ياك، وكذلك الدرعات والرجيلات. دونك هادو هاد الاكزيما طبيعة حل سهلة باش كنتفاداوها هو اننا نحاولوا كلشي نديروه بالقطن، من غير القطن لا. طيب خليتي عاوتاني العطور الروايح، كنعرفوا كنا كنحمقوا الامهات نعطروا وليداتنا ونعطروهم لا نهائيا. دونك باش لا بريفونسون شنو الحاجه الوقايه اللي كنلقوا بها الناس وما نخليهمش يطرى لهم بحال يتهيج لهم هاد الكزيما اللي هي راه كاينه راه غير كتزاد لينا في الشتاء. فشنو هي اول حاجه؟ هي ترطيب. ثاني حاجه الصواب اللي كنغسلوا بهم، الشامبوانات اللي كنغسلوا بهم خاصهم يكونوا خاصين بالجلد الحساس، يعني لابو اتوبيك. ثالث حاجه العطور لا نهضروا على مثلا الناس اللي كيكونوا في لابيسين ولا كيديروا لا ناتاسيون راه الكلور ماشي مزيان حتى هو لا كنتفاداو تنديروا الحويجات كلهم يكونوا بالقطينه ولا بد يكونوا بالقطن. ومني كيتغسلوا بالصابون الطبيعي، تنشير بان الصابون الطبيعي ناعم على حويجات وليداتنا ولكن ماشي ناعم على جلدات وليداتنا. دونك الى معروف بان الصابون الطبيعي الى حطيناه على الجليده ديال الاطفال كينشف وهذا الشيء علاش كيستعملوه بزاف الناس في الطياب. يعني فاش كيكون الوليد طايب وتيكون بزبز بالماء فكيغسلوا ليه بالصابون الطبيعي لانه تينشف. دونك هذا الصابون الطبيعي راه مزيان على الحويجات ولكن ما مزيانش نهائيا على البشره ديال الوليدات. الحمام ما يكونش سخون، يكون دافي. ماشي يتحمم كل نهار الوليد ولكن فاش كنحمموهم ما نديروش لهم القماج البلدي يعني القماج التقليدي المغربي. دونك كما كنقولوا خريقه وصابون راه كافي، لحكان جوج مرات غالبا، لان الامهات كيشوفوا القشره تيقولوا الا مشاو الحمام يحيدوا هذه القشره لا، فهم غالطين لان حنا ديك الساعه كنهيجوا الجلده بانها تشكل
كتشكل لنا طبقات اخرى وفي مده اسرع. يعني عندنا غير المشكله كتزاد لينا والحكه كتزاد لينا وممكن كنديروا حوايج اخرين نديروا يولي هو عنده جلد الاوزه يولي عنده حبيبات رقاقين. اخر حاجه وهي شرب الماء بزاف. يعني كيف ما كنهضروا على الترطيب تاع البشره هذا خاصنا نرطبوا الوليدات ديالنا من الداخل وهذا الترطيب تيتجلى في شرب الماء. شرب الماء والالياف الخضر والفواكه هادو مهمين بزاف باش الوليدات كيبقاو حتى هو كيكون عندهم واحد الخزان ديال الماء. التدفئه الاكسيسيف لا ما نلبسوش حويجاتنا بزاف ما نزيدوش فيه عاوتاني ونبالغوا بزاف ما نزيدوش فيه. الوليدات اللي كيتعرقوا بزاف دكتور وي. هل تعرق هو من بين الامور اللي كتزيد تهيج البشره وتعطينا هذا النوع من الزيما؟ بطبيعه الحال حنا كنعرفوا بان هذا التعرق الاكثريه ديال التعرقات فين كيكونوا تيكون فاش كنلبسوا تحت الابطين كتحسي بهم التهبين هو ساكن تحت الابطين وفي الظهر في الظهر جوج بلايص تحت الابطين وفي الظهر وبعض المرات حتى من وراء القفا لان الشعر كيكون الشعر عرقان وكيهبط من وراء القفا. دونك اول حاجه خصنا نعرف كاين بحال البقع حمراء تحت القفا اكزاكتومون. اول حاجه كنعرفوا بان كاين الوليدات اللي كيعرقوا والتعرق يكون اولي وثانوي. دوك الوليدات اللي كيعرقوا في الذات ديالهم كامل ما كنخافوش منهم ماشي مشكل وتنعرفهم بانهم غادي من بعد غادي تقاد لهم هادشي بشويه بشويه. اما كاين التعرق اللي كيقول الام بان خصوصا في الشتاء فين كيتعرق لانه ده ناتج على انها لبساتو بزاف الوغ ما تلبش بزاف باش ما يتعرقش. العرق كيتكون من الملحه الملوحه في هذوك الملوح وهذه الملوحه كتزيد اجتفاف البشره كيزيد اجتفاف البشره دونك تهيج تاع البشره كتهيج وطيب البشره. طيب دكتور ناديه مشكوره حبيتي على كل هذه النصائح. العلاج اكيد على حسب كل حاله. احنا ذكرنا ثلاثه الانواع يمكن اخرتها مقدور عليها لانه لحيدنا السبب ما غاديش يوقع لنا المشكل واخا. غادي نمشيو عندنا واحد الدفعه من الاسئله على الواتساب المتتبعين ديالنا عندنا سؤال يلا ناخذ سؤال ومن بعد باش نختموا هذه الفقره هذه تفضلوا. الله يعطيك الصحه. عندي وليدي عنده 5 سنين وملي تزاد كانوا فيه هذوك لي بوطون اللي بحال الشكل ديال جلد الاوزه ولحد الان كيظهروا ليه في شي مناطق. بعض المرات راه كيظهروا ليه حتى في وجهه في ايديه في رجليه ولكن ما عندوش تهيجات. يعني الجلد ديالو جاف ديما البشره ديالو ناشفه. هو ما عندوش ليكزيما ولكن انا ملي سمعت الموضوع بغيت نقول نسول الدكتوره واش ممكن نشري ليه شي كريم ديال الاطفال واش يكون كريم طبي ولا غير كريم عادي غير حليب عادي باش نعاون البشره ديالو باش تبقى يعني ما يوقعش ليه. اشنو الحاجه اللي ندير ليه باش نوقيه من انه يوصل لهذا المشكل ديال الاكزيما وشكرا الله يجزيكم بخير. العفو عليك هذا واجب. دونك هذا جلد الاوزه هو من واحد النوع من الاكزيما التتابيه. ما خصهاش تخاف منه الحمد لله. هاد الانواع هي كتكون خفيفه ظريفه ما كيكونش فيها التهيج ولكن كتصاحبها واحد اجتفاف البشره. يعني فيما كاين عندنا جلد الاوزه كنعرفوا بان البشره راه مجتفه واخا يبان لنا القشر ولا ما يبانوش لينا. دونك اول حاجه خصها الترطيب ترطيب وترطيب. مي حاجه وحده اللي نبغي نقولها الا كان هاد الجلد الاوزه يعني كاين فريمون بلاصه وحده ولا جوج فعندنا واحد الحاجه اللي كتشبه الجلد الاوزه وهو لوليكان بيلار. فهي من الاحسن الا كانت تمشي عند الطبيب باش غير نفرقوا بيناتهم. هذا مرض مناعاتي والاخر هذا مرض ديال الحساسيه الجلديه. دوك تنفرقوا بيناتهم والمرض الاخر كنعطي غير تريتمون وتيمشي يعني ما تيبقاش. باغ كونطخ الحساسيه الجلديه راه خاصها دائما ترطيب كيف ما قلنا سالفا. فالترطيب ترطيب بالمرطبات ترطيب بالصابون باش كنغسلوا الحويجات حتى هما كيف ما فسرنا. دونك غتبقى غير دير بحال هكا فهي لارجومون سوفيزون فريمون ما تولي مزيان غير ترطب وما كي كنقولوا ما تشد بيه للترطيب غير قد ما رطبات قد ما مزيان. طيب دكتور شكرا على حضورك معنا. مرحبا. شكرا على الاجابات الكثيره. شكرا على مرحبا. كم المعلومات اللي عطيتينا في حلقتنا اليوم صراحه كانت فقره غنيه. نتمنى المتتبعين ديالنا اطمئنوا على صحه وليداتهم كيفاش نتعاملوا ونتعايشوا مع الكزيما عند الوليدات. خاصها صبر ياك لان خاصها صبر وخطر وخاصها الوقت شويه. فنتمنى ان شاء الله يربي الشفاء لكل وليداتنا في هذه الفقره ديال الامومه اللي كنا كيبقى بالنا كامل مع صحتهم.